وإلى سلكة وآمنة. نروح لغرفة التحكم المروري مع المؤهل عباس شقير. صباح الخير، صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا قلنا أنت وين في عجقة، بنعرف إنه هناك في محطات بنزين. وكتار. صحيح. تفضل. أول شيء بنبلش بالمدخل الشمالي، عم يشهد حركة سير كثيفة عم تمتد من الكازينو لتوصل للزوق، كذلك حركة سير ناشطة عم تمتد من بي الفهود للدورة. كمان بنلاحظ حركة سير كثيفة أمام محطات المحروقات على طول الطريق. أما المدخل الجنوبي كمان عم يشهد حركة مرور كثيفة عم تمتد من خلد الإنفاق المطار، خلد كوستا برافا الوزاعي، خلد الشويفات، وأيضا عم نشهد حركة سير كثيفة أمام محطات المحروقات. نعم. أما المدخل الشرقي أيضا كان عم يشهد حركة سير ناشطة عم تمتد من وزارة الدفاع مرورا بالفيضية وصولا للصياد. أما حوادث السير فقد بلغت 5 حوادث نتج عنها للأسف 4 جرحى أو قتيل. أما مخالفات السرعة فبلغت 100 مخالفة. هذا كل شيء عن الساعة. يعطيك العافية المؤهل بقوى الأمن الداخلي عباس شقير من غرفة التحكم المروري.